هو حال أغلب بحيرات المنطقة الرطبة صنهاجة غربيز ببن عزوز في سكيكدا هذه الأيام، حال لم يسجل طيلة عقود من الزمن إلا مرة واحدة. يا عام ثاني نشفي كيما هكا، والله المولفة ديما فيها الماء، يا مولفة نسقيو منها ديما كيما هكا اللوبيا والدلاع ديما نسقيو منها. شربوا من هذا الحيوانات؟ يا الحيوانات تشرب منها قوة خلاص، فريق والله نجي كي توصل لها تبقى تستغل. قوة الفريق فيها حمراي ووز هم جفاف مش مولفة تنشف خلاص، يشربوا منها حيوان نسقيو منها دو فوا الخريف والصيف. ها ومن بعد سنة نشفت. الوضع الكارثي الذي أضر كثيرا بكل الكائنات وكل أنواع النباتات يعود إلى الجفاف هذا الموسم ويد البشر. خطرة نشفناها في 88 نشفت خلاص، نشفت من بعد من ثم ساعة ساعة تنشف من ساعة ما تنشفش خلاص، هاي تبقى غير البلاصة هذه هنا هاك يسقوا المواطر اللي نشفاهم ما تنشفش، وذوك عندها مدة ما نشفتش بس حسناها هاك شوفها ربي يرحمكم قطرة ما فيهاش. اي شنو واش بيك هضره كبيره خلاص، الماء ما كانش مره واحده خلاص، الماء راه ما كانش حتى حفروا حشاك من البراجات كيما هذم ونشفوا. الجفاف بيد الله، لكن تطبيق الكثير من الكلام الذي قيل لاجل المحافظه على المنطقه من خلال خلق نشاطات بديله لسكانها هو الحل بدل الاحتفالات التي تقام كل سنه.